يلا راح ابلش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء في ماده الرياضيات واحد او كالكولوس 1 راح نتعامل مع الريال نمبرز اللي هي الاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه هي الاعداد الطبيعيه، الاعداد الاوليه، يعني من سالب واحد، من سالب انفينيتي لصفر، ومن صفر لانفينيتي. كل الاعداد من سالب انفينيتي لانفينيتي، الكسور، تمام. نستثني من الاعداد الحقيقيه اللي هي ريال نمبرز، تمام. هاي يستثنى منها الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر اللي هو بيكون عندنا جذر سالم، عدد سالم. هذا الجذر العدد السالم هذا بنسميه كومبلكس نمبر، وبيكون جوابه هو عباره عن جي، تمام. هذا اللي قدام راح تصيروا تاخذوه، ولكن الان ما بهمكم في رياضيات واحد، ما بهمكم. هاي اول شغله يعني لازم نراعيها في الاعداد الحقيقيه. الشغله الثانيه او الاستثناء الثاني في الاعداد الحقيقيه هو عباره عن عدد على صفر. هذا لو تحطه في الاله الحاسبه شو بيعطيك؟ بيعطيك سنتكس ايرور. شو معناه؟ معناها انه ما له قيمه محدده، وبالتالي بيكون جوابه انفينيتي او ماينس انفينيتي بغض النظر. يعني هاي لو كانت سالب والصفر فبتكون ماينس انفينيتي. فعندنا استثنائين في الاعداد الحقيقيه، هو عباره عن السالب تحت الجذر والصفر تحت الكسر او صفر المقام، تمام. هيك كل شيء. اكمل على هذا الوضع. طيب تمام. طيب حكينا عن الاعداد الحقيقيه، يعني هاي مقدمه كثير بسيطه. فاحنا راح نتعامل مع الاعداد الحقيقيه، يعني هاي خلوها في بالكم. لو اخذنا هذا الاقتران f of x يساوي g of x، هذا الاقتران هو عباره عن بولونوميل بنسميه، كثير الحدود. كثير الحدود اذا بدنا نيجي نتعامل مع الدومين تاعه، تمام، ل f هذا بيكون دومينه r جميع الاعداد الحقيقيه، في حال كان g of x هو عباره عن بولونوميل. يعني مثلا a x تربيع زائد b x ناقص c يساوي صفر الى اخره، اي شكل من اشكال البولونوميل. الشكل الثاني اللي ممكن يكون عندنا للاقترانات هو عباره عن 1 على g of x، واحنا حكينا عمالنا بنتعامل مع اعداد حقيقيه، وبالتالي ما بدنا يكون في عندنا صفر في المقام. وبالتالي هذا اذا بدنا نحكي عن دومينه، نحكي دومين الاف هو عباره عن ا ما عدا اصفار المقام اللي هي جي اوف اكس يساوي صفر، تمام. عندنا اقتران كسري، تمام، لازم ما يكون في عندنا اصفار في المقام اللي هو ا جميع الاعداد الحقيقيه ما عدا اصفار المقام. النوع الثالث من الاقترانات، هاي مقدمه بسيطه لانه الان راح ابلش ادخل مباشره في الموضوع الاساسي. النوع الثالث اللي هو عباره عن جذر الجي اوف اكس. جذر الجي اوف اكس لو بدنا نحكي عن الدومين تاعه، احنا بنحكي هو عباره عن هو عبارة عن لما تكون g of x أكبر من أو يساوي صفر، يعني الأعداد الموجبة. يعني أي عدد بيكون داخل الجذر أو أي اقتران بيكون داخل الجذر لازم يكون هذا الاقتران أكبر من أو يساوي صفر. الجذر ما عندنا مشكلة إذا كان في داخله صفر، يعني نحكي جذر الصفر، جذر الصفر هذا صفر ما فيش فيه أي مشكلة. بس نحكي جذر مثلا سالب واحد هذا بنحكي على طول عنه j، والجي هو كومبلكس نمبر، والكومبلكس نمبر مش من ضمن الاعداد الحقيقيه، فما هوش من ضمن الاشياء اللي احنا بنتعامل معها. وبالتالي عندنا اقتران جذر ما داخل الجذر اكبر من او يساوي صفر، يعني الدومين هو عباره عن الجزء الموجب او اي شيء بحقق المعادله بحيث انه يكون ما داخل الجذر موجب. فهاي ممكن نعبر عنها باكثر من طريقه، انه تكون جي اوف اكس اكبر من او تساوي صفر، او نحكي من
صفر داخل طبعاً هذا القوس. الآن في عنا قوس نوعين من الأقواس، هذا القوس وهذا القوس. هذا القوس يعبر على إنه العدد غير داخل معنا في الفترة، وهذا القوس يعبر على إنه العدد داخل الفترة. هون العدد داخل. تمام؟ وبالتالي احنا حكينا اكبر من او يساوي، وبالتالي بنحط له قوس مغلق لانه الصفر داخل معنا في الفتره، لا الانفينيتي وقوس مفتوح. الانفينيتي دائما دائما قوس مفتوح، لانه الانفينيتي هو عدد لا محدود او عدد ما بنقدر نحده، احنا بنحكي انفينيتي للما لا نهاية، يعني ما بتقدر تعرف شو هو هذا العدد، فبتحطه قوس مفتوح. هاي معناها الرياضي يعني. تمام؟ طيب خلينا ناخذ مثال. ناخذ مثال على هذا الكلام. الآن رح نبلش نطبق هاي القواعد على إيجاد الدومين اللي هو المجال للإقترانات. ناخذ هذا السؤال. f of x يساوي x زائد 3 على x ناقص 1. طيب هذا السؤال ما بعرف إذا الأمور تمام لأنه ما في عندي حدا واقف. طيب تمام تمام اوكي يا محمد. هذا السؤال شو طالب منا؟ بحكي لك او جد الدومين find domain of f. تمام؟ بكل بساطه بتحكي له r ما عدا اصفار المقام، هاي r ما عدا اصفار المقام x ناقص واحد يساوي صفر و x يساوي واحد. هذا الاقتران معرف على r عندما يكون عندما تكون كل القيم موجودة ما عدا الواحد. إذا حط هنا واحد هذا يكون في عندنا error في النظام، يكون في عندنا غلط، وبالتالي دومينه هو عبارة عن R ما عدا أصفار المقام، جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الواحد. تمام؟ طيب تقرأ السؤال اللي بعده. F of X تساوي الجذر التكعيبي ل X زائد واحد. الجذر التكعيبي ل X زائد واحد. تمام؟ إحنا حكينا إنه ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، بس في حال إذا كان الجذر جذر تربيعي، يعني عندنا جذر أو جذر الرابع أو جذر السادس، يعني جذر زوجي أو الجذر الثامن، أوكي؟ إلى ما لا نهاية. إذا كان الجذر زوجي بنطبق القاعدة اللي حكينا عنها اللي هو ما داخل الجذر أكبر من أو يساوي صفر. ببساطة لأنه لو بدك تيجي تتعامل مع أي عدد جذر زوجي مثلا سالب واحد ضرب سالب واحد، سالب واحد ضرب سالب واحد هو عبارة عن واحد. تمام؟ وبالتالي ما بنقدر نعرف هل العدد اللي ضربناه هو عدد سالب أم عدد موجب، وبالتالي إحنا بدنا نضمن حالنا عشان ناخذ عدد واحد فقط، عدد واحد ناخذ الجزء الموجب من الـ x-axis، فبيكون هذا هو الدومين. يعني لهيك احنا بنحكي ما داخل جذر اكبر من او يساوي صفر. ما علينا، قدام في الامثله راح تعرفوا ايش معنى الكلام اللي بحكي لكم اياه. الجذر الثالث مش جذر زوجي هذا، وبالتالي هذا الدومين مباشره بنحكي عنه مباشره. تمام؟ السؤال اللي بعدين f of x يساوي جذر x زائد واحد. الآن زي ما حكينا هذا جذر وجذر زوجي، نحكي x زائد واحد أكبر من أو يساوي صفر، x أكبر من أو يساوي سالب واحد، يعني من سالب واحد لإنفينيتي
هذا مغلق هذا مفتوح. ونيجي نرسم على خط الاعداد، تمام، هاي الصفر، هون الصفر، هون سالب واحد، هون الواحد، هون سالب اثنين، الى ما لا نهايه. احنا فترتنا هي عباره عن هاي الفتره للما لا نهايه، تمام. ننتقل للسؤال اللي بعده. اف اوف اكس واحد على جذر الاثنين ناقص اكس. ما بعرف انا اذا الامور تمام في اللايف. لما اقاطعهم بيطلع ار ما عدا واحد، هذا في اي مثال يا محمد؟ هو مظبوط زي ما بتحكي يا يامن، زي ما بتحكي بالضبط. الان اذا اخذنا اقتران كسري زي هذا الاقتران، انا عمالي بشرح في النقطه اللي قاعد تحكي عنها يا يامن. اذا اخذنا اقتران زي هذا الاقتران، لو نلاحظ البسط هو عباره عن بولينوميال، لو بولينوميال، والبولينوميال حكينا دائما دومينه ار، وبالتالي ار تقاطع ار مع عدد، فالجواب بيكون هو عباره عن ار مع عدا العدد. فزي ما بتحكي بالضبط. بالنسبه لهذا الاقتران لو نلاحظ الواحد هو عباره عن بولينوميال، تمام، وبالتالي مش رح نشتغل على البسط كثير. احنا فعليا احنا بنش ناخذ دومين البسط وبنقاطعه مع دومين المقام، ولكن احنا الان البسط ما عندنا فيه مشاكل، فبنحكي ار. اللي عندنا فيه مشكله فقط هو المقام. اول شيء في عندنا مشكلتين، مش مشكله واحده، انه المقام لازم ما يساوي صفر، والمشكله الثانيه انه في عندنا جذر في المقام، والجذر حكينا اكبر من او يساوي صفر، يعني مش لازم يكون في عندنا اعداد سالبه. طيب نيجي نشتغل نشوف، نحكي 2 ناقص اكس، تمام، اكبر من او يساوي صفر. بس لاحظوا انه هذا في المقام، جذر 2 ناقص اكس في المقام، وبالتالي بنشيل المساواه، لانه احنا ما بدنا اياه يساوي صفر، احنا المقام ما بدنا اياه يساوي صفر، وبالتالي بنخلي 2 ناقص اكس اكبر من صفر فقط، يعني غير داخل بالفتره. عادي بكل بساطه بتنقل الاكس للطرف الثاني، او بتضربه بسالب وبتنقل عدد الاتجاه الثاني. عندك اكثر من خيار تستخدمه. نحكي اكس اصغر من 2. اكس اصغر من 2 اللي هو عباره عن من ماينس انفينيتي للاثنين، لاحظوا معي مفتوح الاقواس. بنرسمه على خط الاعداد، هذا عباره عن خط الاعداد من ماينس انفينيتي لانفينيتي، وهي ماينس 2، وهي الفتره تاعتنا. بس لاحظوا ان هذا مش داخل معنا الفتره، هاي دائره مفتوحه، تمام. الى هون في مشاكل؟ في مشاكل لهون؟ شباب انا للاسف ما راح اقدر ارد على الكومنتات لانه ما في حدا واقف معي، فما بعرف اذا بتحكوا مع مالك ابو المسعود، كلم مالك الرجبي خليه يجي عندي على البيت عشان يدير اللايف، او اي حدا قريب ساكن في الشيخ خليل يعني. طيب ممتاز، اهم شيء انت يا بهاء مبسوط على اللايف، يعني كلكم وبهاء يعني انت عارف. ننتقل على المثال اللي بعده، تمام. الان اخذنا فكره انه يكون عندنا جذر وكسر، ناخذ فكره جديده. 5 باي ذا واي يا شباب، احكيكم ملاحظه الان. بدي احكيكم شغله مهمه جدا، بدي اياكم تركزوا معي فيها. الكالكولس 1 مادة بتطلب منك تحل أسئلة.
حل أسئلة، الأسئلة حلها، ما تخلي ولا أي سؤال في الدنيا إلا تحله. هاي مادة، مادة أسئلة، كل الأفكار بتاعت المادة بتكون موجودة في الأسئلة. يعني الآن أنا صرت معطيكم تقريبا 5 أسئلة، كل سؤال فيه فكرة بتختلف عن الثاني، من أبسط لأصعب لأصعب، ولا راح ندخل على أصعب، تمام؟ وفي سؤال عليه جائزة للي راح يكون مصحصح معي في اللايف، تمام؟ عليه جائزة، فخليكم معي، تمام؟ نبلش. الآن في عندنا اقترانين مش اقتران واحد، في عندنا هذا الاقتران، في عندنا هذا الاقتران، وهذا الاقتران في داخله اقترانين، في هذا الاقتران، في هذا الاقتران، فبدنا نيجي نشتغل عليهم واحد واحد، اقتران اقتران. نيجي نتعامل مع هذا الاقتران، حكينا الجذر الزوجي، نحكي ما داخل الجذر x ناقص 1 أكبر من أو يساوي 0، يعني الـ x أكبر من أو تساوي 1، وبالتالي r، فبنحكي من ماينس انفينيتي، او برضو كمان عفوا اسف لكم، 1 دا انفينيتي مغلق مفتوح، تمام؟ هذه عباره عن الفتره الاولى للاقتران الاول. طيب بدنا نيجي نتعامل مع الاقتران الثاني، هذا بكل بساطه لانه بولونوميال دومينو ار، وهذا ار ما عدا اصفار المقام. طيب تعالوا نشوف شو هو هذا الاقتران، هذا كسر وتحتي جذر، فبنحكي ما تحت الجذر اكبر من او يساوي 0 ناقص اكس، بس هو في المقام فبنحكي هو اكبر من 0. نيجي نقول اكس للطرف الثاني، اكس اصغر من 3، بكون عندنا من ماينس انفينيتي ل 3 مفتوح مفتوح. يا شباب خلينا نستفيد من شيء كثير مهم، الا وهو خط الاعداد. ارسم خط الاعداد لهذا المحترم، وخط الاعداد لهذا المحترم، وقاطعهم في بعض، تمام؟ احنا جمعناهم، بدنا نقاطعهم في بعض، بدنا نشوف ايش الشيء المشترك بينهم. يعني يعني لو نجلس نطلع على المعنى الرياضي، ايش القيمه اللي لو عوضتها ما بيكون عندي مشكله لا في هذا الاقتران ولا في هذا الاقتران. طيب ايش القيمه اللي لو عوضتها بيكون عندي مشكله في هذا الاقتران بس ما بيكون عندي مشكله في هذا الاقتران؟ انت بدك تاخذ كل النقاط الممكنه بحيث انه ما يكون عندي مشاكل لا في هذا الاقتران ولا في هذا الاقتران، وبالتالي بكل بساطه طلعنا هذا وطلعنا هذا ونقاطعهم في بعض. طيب تعال نشوف خط الاعداد هذا، طيب من ماينس انفينيتي لانفينيتي 0 1 سالب 1، واحنا حكينا من 1 مغلق لانفينيتي. طيب ناخذ الاقتران الثاني، الاقتران الثاني بيحكي لك الماينس انفينيتي ل 3. طيب على خط الاعداد الثاني من ماينس انفينيتي ل 3، هاي 3 2 1 0، هيك تمام. ايش المنطقه المشتركه مع خط الاعداد هذا وخط الاعداد هذا؟ لو نتطلع بكل بساطه هي عباره عن هاي المنطقه، بس بدكم تلاحظوا معي شغلة، إنه الثلاث مش داخلة معنا في الفترة، هي خارج الفترة، هي حد الفترة خارج الفترة. يعني نحكي 2.99999 لما لا نهاية، هذا داخل معنا في الفترة، بس الثلاث مش داخلة معنا. وبالتالي بدنا نرسم خط الأعداد للإقتران الأساسي. خط الأعداد للإقتران الأساسي هو عبارة عن أيوة من 1 للثلاث مفتوح، ها عشان برضه تكون اوضح، من 1 للثلاث، وبالتالي بيكون الجواب عندنا من 1 للثلاث مغلق مفتوح، تمام؟ ما بعرف انا ايش صار في الكومنتات. طيب تمام، يعني ممكن تمام هيك. طيب ملاحظة بسيطة بس عشان نعرف نتعامل مع بعض ونتواصل على بعض ونفهم على بعض. هاي في عندنا هاي هذا الرمز وفي عندنا هذا الرمز، تمام؟ هذا الرمز وعبارة عن التقاطع أيوة شوفوا جمع جمع تقاطع، تمام؟
تمام، وهاي هي عبارة عن المشتركة. ماشي، فعشان نكون امورنا في السليم. تعال مثال بعده، اف اوف اكس يساوي جذر الاكس تربيع ناقص الفا. جذر الاكس تربيع ناقص الفا، طيب بكل بساطة جذر، نحكي ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. طيب هذا، هاي لو تلاحظ عبارة تربيعية، لو بدنا نحللها كيف تطلع؟ هاي لو بدنا نحللها كيف تطلع؟ هاي x ناقص 2 x زائد 2 يساوي صفر، تمام، أكبر من أو يساوي صفر، تمام. بس لا، هاي ما بتتعامل معها هيك، هاي مش مساواة، هاي ما هي مساواة. طيب الآن بخش لكم على قاعدة كثير مهمة، بس خليني أول شيء أفكر. بنحكي إكس تربيع أكبر من أو يساوي 4. طيب لما ناخذ جذر للطرفين بيكون عندنا القيمة المطلقة، القيمة المطلقة، خذ جذر الإشي التربيعي هو عبارة عن القيمة المطلقة أكبر من أو يساوي 2. هاي القيمة المطلقة لا أكبر من 2. طيب دياكو تركزوا معي، في عندنا ثلاث حالات لهذا الوضع. إذا كان عندنا القيمة المطلقة أكبر من أو يساوي عدد سي ثالث، القيمة المطلقة أصغر من أو يساوي عدد، القيمة المطلقة تساوي عدد. ماشي، إذا كانت القيمة المطلقة أكبر من أو تساوي C بتكون قيمة X محصورة ما بين X أكبر من 2 وأصغر من أو تساوي سالب 2، تمام. إذا كانت أصغر من بتكون X أكبر من 2 سالب 2، هون بتكون x تساوي. بدي ارجع اشرح لكم الشيء اللي انا سويته الان. هون الشيء اللي سويته هون بيحكي لك هذا، هاي اللي هو هاي اللي بسموها القيمه المطلقه. القيمه المطلقه وظيفتها او ايش اللي بتعمله في الاقتران في المتباينات، اذا كانت عندك قيمه مطلقه اكبر من عدد ثابت، فقيمه الاكس محصوره ما بين أو هي عبارة عن خارج الاثنين والسالب اثنين، خارج السي والماينس سي. يعني لو نجي نرسمها على خط الأعداد، هاي هاي سي وهاي ماينس سي، هاي ماينس سي وهاي سي، هاي اللي احنا أخذناها سالب اثنين وهاي اللي هي اثنين. إذا كانت أكبر من اثنين بتكون هي عبارة عن المنطقة الخارجية، المنطقة الداخلية هاي بتكون مش داخلة معنا في الدومين. طيب إذا كانت السي الإكس إذا كانت الـ x قيمة مطلقة الـ x أصغر من أو تساوي 2، فهي عبارة عن x محصورة ما بين سالب 2 و 2، تمام، اللي هو لو نجي نرسمه على خط الأعداد سالب 2 و 2 اللي هي هاي المنطقة اللي هي موجب، تمام. أنا ما أعرف كيف الوضع. اللي فوق اتحاد واللي تحت تقاطع، النوس ما بنختلف، النوس اهم شيء، الفكره اهم شيء، نعرف نحل السؤال. طيب بس ركزوا معي في هاي القواعد. حكينا القاعده الاولى، اذا كانت اكس القيمه المطلقه لاكس اكبر من او يساوي ثابت، القيمه المطلقه لاكس اكبر من او يساوي ثابت، تمام، فقيمة x هي خارج فترة الموجب 2 والسالب 2، خارج موجب فترة موجب الموجب 2 والسالب 2، خارج فترة الموجب c وماينس c، تمام.
اللي هي هاي وهاي، وبالتالي لو بنلاحظ الدومين لهذا الابسلون هو عباره عن ايش؟ من ماينس انفينيتي مين؟ ندير لنا اللايف يا مالك، كنا نايمين هذا اليوم كثير. هاي مالك، هاي مالك يا شباب، هاي مالك ازيك قدام الكاميرا، هايو مالك يا شباب ازيك فولي. وصل الزين. يلا نكمل. كمل. طيب هيك بتشتت انتباههم يا مالك، مالنا. طيب حكينا اذا كان عندنا قيمه مطلقه لاكس اكبر من او يساوي 2 هو عباره عن اكبر من 2 واصغر من سالب 2. اذا كانت القيمه المطلقه لاكس اصغر من او يساوي 2 هي عباره عن القيمه المحصوره ما بين السالب 2 و2. اذا كانت القيمه المطلقه اكبر من اذا القيمه المطلقه تساوي سي بتكون x تساوي سي. دير او لا مش x تساوي سي، عفوا بعتذر منكم، x تساوي موجب سالب سي لنا قيمتين تمام. فهي بكل بساطه x اكبر من او يساوي 2 يعني من اصغر من سالب 2 واكبر من 2 اللي هو من ماينس انفينيتي لماينس 2 وهذا مغلق وهذا مفتوح تمام. اتحاد مع 2 وانفينيتي اوكي. هذه هي بكل بساطة. شو رايك انت يا مالك في الموضوع؟ رايي زي رايك. بدنا الشرح بدنا مالك. هاي مالك خذوا مالك. احرجتوا مالك يا اخوان، مالك بخجل. طيب ننتقل على السؤال اللي بعده، سؤال مهم كثير يا شباب. بدي اعطيكم دقيقة ونص تحلوه للسؤال هذا. يعني على الاغلب تجيب لكم اقتران وتطلعوا له الدومين راح يعطيكم زي هيك اقترانات. اوكي بدي اعطيكم سؤال والسؤال عليه حبة بونبون. تمام؟ سؤال كثير مهم وفكرته كثير خرافية، بدي اياكم تحلوه. عندكم دقيقة ونص. راح ابلش بس اخلص كتابة السؤال. تساوي جدل عشان ما حد يحكي لي السؤال مش واضح او مش مبين. 2 ناقص x ناقص زائد ناقص x تربيع. هذا السؤال بدي اياكم تطلعوا له الدومين. يلا. فرجوني ابداعاتكم. يلا يا شباب هاي السؤال اللي قدامكم. f of x equal جذر 2 minus x minus x تربيع. دقيقة ونص عندكم تحلوا السؤال. هيا الله محمد ملك التحليل. محمد اشرح لك تحليل بسيط هسه. طبعا لك تحلل حلو خلك بالتعب. ما تقول لا تحلل وما تحلل قدك طاولة. هاي كويس. لا طاولة هاي هي محطوطة. أيوة عشان وانت قاعد شغل زين. أو ليش تبغى تعرف صحيح؟ يا أخي شو خليهم يحلوا السؤال بس. Sí.
صوت زين هذا بس انت بتسحب السلك. شو صار معكم يا شباب؟ عندك شو اسمه ناصر نسالي الاثنين لواحد مغلق. نسالي الاثنين لواحد مغلق. حلو الحكي. هو اغلب انت يا ناصر غشاش. يا ناصر ناصر غشاش وحش يا أسامة وهيب يا محمد وهيبين والله محمد غانم مش حطير ناصر انت غشاش. ما انت حضرت محاضرات المواجع وانا شرحت هذا السؤال شرحت فكرته فانت غشاش. طيب خلينا نحله سريعا يعني الشباب حلوه ان شاء الله كل حلهم صح. الحل بيطلع من سالب واحد لاثنين. من سالب اثنين لواحد مغلق مفتوح. طب تعالوا نحلله. اول شيء هو عباره عن اثنين ناقص اكس تربيع اكبر من او يساوي صفر. تعالوا خلينا ناخذ اثنين ناقص اكس تربيع على جنب بدون هذا الشيء. اضربها بسالب بتصير اكس تربيع زائد اكس ناقص اثنين يساوي صفر. هاي عبارة تربيعية تحلل. عبارة تربيعية تحلل. نحكي اكس واكس تمام. اكس ناقص واحد ناقص واحد صح؟ اذا ما خلني اوكي. اكس زائد واحد ناقص واحد. اكس زائد اثنين عفوا. x زائد 2 ناقص 1 عددين اذا تضربهم في بعض بيعطوك سالب 2 واذا تجمعهم مع بعض بيعطوك 1 وعباره عن 2 سالب 1 تساوي 0. فعندنا x تساوي 2 والx سالب 2 عفوا والx تساوي 1 تمام. هاي بنسميها النقاط الحرجه او النقاط اللي بنحطها على خط الاعداد. هاي سالب 2 وهي الواحد من مارس انفينيتي لانفينيتي تمام؟ بحكوا لك مغلق من الجهتين. مين قال مغلق من الجهتين؟ ناصر وغشاش. ما صح والله منطقية مغلق من الجهتين. بعتذر منكم يا شباب مضبوط مغلق من الجهتين. طيب تعالوا ناخذ قيمة هون. ناخذ قيمة مثلا ناخذ الصفر ونعوضه بالاقتران. لو عوضنا صفر صفر وصفر واثنين جدل اثنين هو عدد موجب. هاي موجب 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 موجب. طب خلنا ناخذ قيمة هون سالب ثلاثة. سالب ثلاثة بدك تعوضها هون سالب السالب موجب تمام. فبتصير جدل اثنين زائد ثلاث ناقص تسعة اللي هو عبارة عن جدل ناقص الأربعة وهذا غلط. وبالتالي هذا سالب 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 هذا موجب وهذا برضه هيكون سالب سالب. في قاعدة بتحكي عكس كل عكس كل عكس كل. ما بعرف تعرفوها؟ إنه ها موجب ها سالب في الفترة اللي بعديها موجب في الفترة اللي بعديها سالب هيك. وهذا الشغل راح تستفيدوا منها كثير لقدام بس تأخذوا الاشتقاء وتصيروا ترسموا الاقترانات. ما بفخدتوه لسه. انت يا مالك شكلك معطيها. طيب بس شوية ملاحظات. x تربيع زائد x يساوي هاي لو بدنا نحللها شو بتكون؟ مالك طلع هون بدنا نحلل هاي ايش بتكون؟ هاي تاخذ x على المشترك يعني عليك x زائد 1. طيب هذا مثال يعني. طيب x تربيع ناقص 4 هاي حكينا بنحللها x زائد 2 x ناقص 2. طيب برضو المثال الأخير اللي حكينا عنه اللي هو هذا x تربيع زائد x ناقص 2 يساوي x زائد 2 x ناقص 1 تمام. هاي بس ملاحظات يعني العبارات التربيع كيف بدك تحللها. هاي تاخذ الاكس عامل مشترك بتصير x في x زائد 1. هاي عدد هاي أس زوجي وعدد برضو
يعني مربع، تمام، هو عبارة عن موجب الجذر للعدد الثابت ناقص الجذر للثابت. اوكي، يعني هاي مع الممارسة اعتقد بتكون شغلتها بسيطة، اعتقد اخذتوها ولا لا يا مالك؟ في بشار بيقول لك عندها غلط، بس كان الغلط وعرفت.